مساء الخير. الغضب والغل والغيظ، المشاعر دي موجودة جوانا في تكوننا البشري. في الجنة بس بيتشال الشعور ده من جوانا، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. لكن الفكرة إن المشاعر دي من أهم المشاعر اللي بتتحكم في ردود أفعالنا وإجاباتنا في الدنيا، وعلى قدر وطريقة تحكمك فيها قلبك يا بيكون قلب سليم يا قلب مريض. الغل هو بذرة الغيظ والقسوة، وبنعتقد إن الأشخاص اللي بيؤذونا هم دول بس أصحاب القلوب المريضة، لأن هم اللي بدأوا. ما بناخدش بالنا إن سهل جداً أنت كمان تتحول لده بس بصورة تانية، وتتقلب مشاعرك لغيظ وغل وقسوة وغضب علشان اتظلمت ومش عارف تاخد حقك. كل موتوا بغيظكم. المشكلة إن الموضوع ده بيخدع جداً، إنك تعيش على فكرة إنك مظلوم وده اللي مسيطر عليك، فما بتبقاش متخيل إن عليك دور اتجاه التطورات اللي عمالة تحصل لقلبك، فبتتشكل في صورة تانية وبتتشغل بمهام تانية وبتنسى دورك ورسالتك اللي اتخلقت علشانها. بتنسى إن كل دي اختبارات ومفروض تركز إنك تجاوب صح. خلينا نقول إن الظلم والأذية وأي موقف وصلك للغضب والغيظ والغل اختبارات مش سهلة. وأكبر خدعة إننا نعتقد إن الموضوع بسطحية إني اتغصت أو اتظلمت وأجيب حقي من اللي ظلمني وخلص الموضوع على كده. المواقف اللي بنتعرض لها مش مجرد مواقف عابرة ملهاش حكمة، دي رحلة بتعيش فيها بتفاصيل مختلفة، بتتعرف فيها على ربنا بصور وصفاته المختلفة، بتتعرف فيها على الرسول عليه الصلاة والسلام وأخلاقياته، بتتعرف فيها على البشر وضعفهم، بتتعرف فيها على قدراتك وتقيم نفسك إزاي. حقك جبته أو ما جبتهوش، السبب اللي وصلك للغيظ والغضب راح ولا لأ، الظالم أخد جزاءه ولا ما أخدش، ده مش الأساس ولا الحكمة أبداً من الاختبار. الحكمة الحقيقية كل ده هيغير فيك إيه وهيعمل في قلبك إيه، لأن إحنا لسه في دار الاختبار مش في دار الجزاء، وربنا بلغ بيها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: فاصبر إن وعد الله حق، فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. يا هتشوف جزاء اللي ظلموك وآذوك في الدنيا أو تتوفى وإلينا يرجعون. فالخلاصة في سؤال تسأله لنفسك: هل الغضب والغل ملوا قلبك مع تكرار المواقف، ولا خلوك تتعرف على معاني مختلفة زي العفو والمسامحة والمغفرة؟ ساعات ما بنبقاش مستوعبين أسامح إزاي وليه، وبنعتقد بصراحة كده إننا لو سامحنا يعني اتنزلت عن حقوقي، وإن اللي ظلمني أو أذاني لا هيتعاقب دنيا ولا آخرة. طب لو ما قدرتش أسامح أبقى أنا إنسان سيء؟ بنبقى متلخبطين ومحتارين في مشاعرنا، مش عارفين بالظبط هو الوجع اللي إحنا حاسينه ده من غل وغضب عن أذية إزاي اللي هيهديها العفو والمسامحة، هكون استفدت إيه، وإزاي أعفو وفي نفس الوقت ما هدرش حقي. وهل فكرة العفو قادرة إنها تغير من قلبي وتخليني أتحكم في غضبي من البداية؟ هنتناقش في كل التفاصيل دي مع ضيفنا دكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، بعد الفاصل.